ما الحكم في المرأة إذا لمست زوجها؟ هل يجب عليه الوضوء أم لا؟ لمس المرأة الزوج ولمس الرجل المرأة لا يقضي الوضوء على الصحيح. إذا كان ما خرج شيء فلمسها له ولمسه لها لا يقضي الوضوء على الصحيح. بعض أهل العلم يرى أن لمس المرأة مطلقا لا يقضي الوضوء، وبعضهم يقول إذا لمسها بشهوة بتلذذ انتقض الوضوء، والصواب القول الثالث وأنه لا يقضي الوضوء مطلقا إذا كان ما خرج شيء، لمسه لها ولا مسها له، والصواب أنه لا يقضي الوضوء. أما قوله جل وعلا ولا مسهم النساء فالمراد به الجماع كما قاله ابن عباس وجماعة، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم تقبل بعض النساء ثم صلى ولم يتوضأ، وهذا مسيس. المقصود أن الملامسة التي في القرآن العظيم أو لمستم بقراءة ولمستم معناها الجماع عند جمع من العلم والصواب، وقول ابن عباس وجماعة رضي الله عنهم.